بعث صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تعزية ومواساة فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية الصديقة بضحايا الهجوم على مركز تجاري في ضواحي العاصمة الروسية موسكو كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقيه تعزيه ومواساه مماثله الى معالي السيد ميخائيل ميشوستين رئيس وزراء روسيا الاتحاديه